فضل كبير جدا يعني على كل حاجة أنا فيها دلوقتي، لأن برنامج زي ده بيديك شهرة ويديك انتشار في وقت قليل جدا قصير. وأنا الموسم بتاعي الحمد لله كان من المواسم اللي رجعت شوية ستار أكاديمي لمجده اللي ابتدى عليه في الأول خالص، والناس كانت متابعة كويس الموسم بتاعي وكده. فالحمد لله اتفتحت لي فرص كتيرة بعدها، وأنا بشوف إن لولا البرنامج ده أنا ممكن ما كنتش قاعدة معاكم دلوقتي. فلا الحمد لله، وزي أي حد ليه عنده هدف ان هو يكمل، وفي الاول وفي الاخر البرنامج بداية، برنامج هيفتح لك باب، بس انت عليك تكمل، انت عليك بقى. هو في حاجة ممكن الواحد يتضايق في الاول انه يلاقي نفسه لوحده بعد ما يطلع، شالوك حطوك في وسط غابة وانت تصرف مش عارف تعمل ايه، مش عارف تتصرف ازاي، في ناس كتير يعني في وعود كتير، في ناس بتتكلم ما تعملش حاجة، في ناس تمضيك وفي الاخر تقعدك في البيت، في مشاكل، في عراقيل، في حاجات كتير الواحد يعني بيشوفها في الاول، بس عليه هو واصراره هو وعايز يكمل، عايز يعمل حاجة، ونصيب برضو الدور يعني.